هي كانت صعبه، لان انا كنت في الوقت ده شغاله موديل، فما كنتش لايقه على المكان اللي انا فيه. كنت يعني بحاول ان انا ابقى متاقلمه مع صحابي وكده، رغم ان انا ليا صحابي يعني قريبين يعني مني جدا جدا والى الان بنتكلم وكده، بس ما كنتش لايقه مع المكان قوي. فانا قلت طبعا شهاده كبيره وليا الشرف وكده، قلت ان انا هخلص ومش هشتغل بيها. ممكن هيئه جسم، ممكن، لان هم كانوا متفهمين الموديل، عندهم فكر برضو راسخ من زمان ان الموديل بتبقى وزنها عارف انت اللي هو 50 كيلو ل 60 كيلو. ما يعرفوش ان في يعني ترند جديد ظهر في دول الخليج، الكيرفي موديل. ما هم في ناس مش متفهمه ده، فكان ده هو في كده عندنا؟ يعني انا ناس كانت فاكراني مش مصريه.